بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الثانية إن شاء الله في برنامج الإكسل هنعرف بعض العناصر زي التعامل مع أوراق العمل والكاستم ليستس اللي هي القوائم المخصصة، عناصر زي التنسيقات في برنامج الإكسل. أول حاجة في التعامل مع أوراق العمل اللي موجودة تحت ديت، أنت أول ممكن تغير اسم ورقة العمل بإنك بتضغط رايت كليك عليها أو كليك يمين، وبعدين بنختار رينيم، وبعد كده بكتب مثلا أي اسم وليكن A1، وبضغط إنتر في أي خلية أو كليك في أي خلية فبيثبت لك الاسم بتاع ورقة العمل. لو أنا عايز أضيف ورقة عمل جديدة بضغط على الأيقونة بتاعة إضافة ورقة عمل جديدة، ولو عايز أحذفها بعمل رايت كليك عليها وأميل له ديليت. ممكن أضيف ورقة عمل تانية بنضغط كليك على أي ورقة عمل وأقول له إنسرت، بيجيب لي النافذة اللي موجودة قدامك، بختار ورك شيت وأقول له أوكي، نحذفها مرة تانية كليك يمين وأقول له ديليت. لو أنا عايز أغير شكل ورقة العمل عشان أميزها عن الأوراق التانية ممكن أعمل رايت كليك عليها وأقول له تاب كلر، وأختار أي لون من الألوان لتمييز ورقة العمل عن الأوراق الأخرى بالشكل اللي قدامك ده. دي بالنسبة للتعامل مع أوراق العمل. في عندنا آخر جزئية، لو أنا عايز أنقل ورقة عمل من مكان لمكان تاني، يعني لو أنا عايز أنقل ورقة العمل اللي هي A1 ديت ما بين سورت وما بين كاستم ليست، ممكن أسحبها كده بيظهر مع المؤشر ورقة بيضة وفي سهم صغير لو أنت شايفه كده، السهم الصغير ده المكان اللي بيشاور فيه، السهم الأسود الصغير بيشاور على المكان اللي هسيب فيه ورقة العمل، فكده اتنقلت ورقة العمل ما بين الورقتين التانيين، كده هتبقى في آخر حاجة. دي بالنسبة للتعامل مع أوراق العمل بالنسبة للإضافة والحذف وتغيير اللون وإعادة الترتيب وإعادة التسمية لأوراق العمل. نيجي بعد كده، أخدنا قبل كده الملء اللي هي أوتوفيل، أما بالنسبة للأرقام لو أنا هملأ أرقام وضغطت كده رقم واحد وجيت أعمل ملء مش هينفع لأنه هيجيب لي كل الأرقام برقم واحد، يبقى المفروض بالنسبة للأرقام علشان أعمل ترقيم تلقائي بكتب أول رقم وأنزل تحته وأكتب تاني رقم وبعدين بحدد الاتنين مع بعض وبعمل ملء الأوراق للمسلسل بتاعي، لأنه بيعرف إن مقدار الزيادة عندك كل مرة بزود واحد. لو انت هتزود كل مرة مثلا اتنين يبقى اكتب هنا واحد تلاتة مثلا، يدي لك خمسة سبعة تسعة وهكذا، يبقى ده الملء الأوراق العمل. طيب في عندنا برضو في الإكسل ميزة تانية، لو انت كتبت يوم السبت مثلا اللي هي أول يوم من أيام الأسبوع وضغطت إنتر وبيملأ لك بقية أيام الأسبوع عندك في حاجة اسمها كاستم ليست أو القوائم المخصصة. بقف على الخلية ومن الهاندلر ده بضغط بسحب لتحت بيكمل لغاية الجمعة ويبدأ من تاني. كمان عندنا يناير مثلا، لو جبنا الشهور بيجيب لي برضو بيملأ باقي الشهور، برضو الشهور العربية زي رمضان والكلام ده كله، فدي بنسميها custom lists أو قوائم مخصصة. طيب لو أنا عندي قائمة زي اللي موجودة قدامكم دلوقتي كده وعايز أضيفها ككاستم ليست أو قائمة مخصصة داخل الكمبيوتر، باجي من قائمة بعد ما حددها طبعا، باجي من قائمة فايل واختار اوبشن، ومن اوبشن بروح على الادفانسد اللي هو المتقدم ده، وبنزل تحت خالص هتلاقي في عندك باتون كده مكتوب عليه ايديت كاستم ليست. من ايديت كاستم ليست ده هيوريك القوائم اللي موجودة والمعتمدة داخل الكمبيوتر عندك، فانت هتضيف قائمة جديدة. بما ان انا محدد القائمة من بره فبتظهر قدامك في الرينج بتاعها ده كده، بضغط على مفتاح امبورت او استيراد بتضاف عندي زي ما انت شايف، بعد كده بقول له اوكي وبعد كده اوكي مرة تانية. لو جيت في اي خلية من الخلايا ديت مثلا وكتبت اي واحدة منهم زي مثلا اولى ابتدائي وجيت اعمل ملء الاولى ابتدائي كده بيجيب لي زي ما انت شايف اعتمد القائمة ديت
وأصبحت قايمة مخصصة عنده. يبقى خدنا التعامل مع الأوراق العمل وخدنا القوائم المخصصة. نيجي للشيت التاني ده كده بتاع صورت. دي دلوقتي عندي قاعدة بيانات لطلبة. أنا دلوقتي هتعلم إزاي أعمل صورت أو ترتيب للأسماء اللي موجودة عندي. طبعا الأسماء اللي موجودة عندي ديت كانت مرتبة قبل كده فمش باين عليها التغيير، لكن لو أنا عايز أرتبها تنازلي مثلا، لو أنا جيت مثلا حددت الرينج بتاع الطلبة دول كلهم كده صبيان وبنات، وجيت قلت له هنا من صورت، قلت له صورت من A to Z، هيحصل لخبطة هنا. هتشوف مثلا في عندك بنات وبعدين ايه أولاد، فيحصل فيه لخبطة عندي بالنسبة للطلبة، يعني الأولاد دخلت مع البنات لأنه رتبهم أبجدي مرعاش حتة النوع. طب أنا عايز أرجع البنات لوحدهم مرتبين أبجدي والأولاد مرتبين أبجدي، بحدد الرينج ده كله كده اللي مع بعضه، وفي عندي عمود مكتوب فيه النوع اللي هو العمود دي سواء كان ذكر أو أنثى. بنعمل دي إزاي؟ هنروح على Sort and Filter وبعدين اختار Custom Sort. في Custom Sort أول ما هرتب على حسب النوع. فهاجي هنا مثلا كده في عندك البيانات أنا عايزها تظهر كأعمدة، فبشيل المربع اللي موجود عندي ده كده وأقول له رتب لي على حسب العمود دي اللي هو على حسب النوع. بعد كده هقول له Add Level، بعد ما يرتب على حسب العمود دي هيرتب على حسب العمود C اللي هو الترتيب الأبجدي من A to Z. يبقى أنا عملت عمليتين ترتيب مع بعض، هقول له رتب على حسب النوع الأول يجيب لي البنات لوحدها، وبعد كده يرتبهم بقى البنات على حسب الاسم، بقول له أوكي. كده تلاحظ البنات اترتبت أهي أبجدي وشالها خالص، بعد كده ظهر الأولاد وبدأ يرتب الأولاد أبجدي. ده الترتيب أو الصورت أو الفرز. هناخد جزئية جديدة برضو اسمها الفلتر أو التصفية. التصفية لما بكون عايز مثلا أجيب نوع معين من البيانات اللي موجودة عندي، يعني لو لاحظنا مثلا هنا هتلاقي في عندك اللي هما البنات، في عندك A و B و C اللي هو الفصل A و B و C، والأولاد برضو نفس الكلام A و B و C. أنا عايز مثلا أجيب الفصل A بس، فعلشان أفلتر البيانات ديت محدد الرينج ده كده، وجيت هنا من Sort and Filter قلت له عايز أعمل فلتر، فظهر عندك سهم في كل عمود من الأعمدة اللي موجودة. لو أنا عايز مثلا الفصل A بس، فهنا لو ضغطت على السهم ده هيقول لك في A و B و C. هشيل التحديد على الكل وأقول له أنا عايز الفصل إيه بس، وأقول له أوكي. كده رتب لي البنات أهمت، وهتلاقي في أولاد كمان معاهم في نفس الفصل اللي هو الفصل إيه، وبقية الفصول التانية مش موجودة. ممكن نرتبهم على حسب النوع كمان، يبقى أنا أقول له مثلا عايز اللي في الفصل إيه بس البنات بس، وما يقول له أوكي، قام جاب لي البنات بس اللي موجودين في فصل إيه. وعلشان ألغي الترتيب الفرز أو التصفية بضغط على الفلتر ده وأحدد كله مرة تانية في الخانات اللي أنا اتعاملت معها. يبقى أنا كده ممكن أعمل تصفية للداتا اللي موجودة معي. اتعاملنا مع أوراق العمل، اتعاملنا مع الكاستم ليست اللي هي القوائم المخصصة، اتعاملنا مع الفلتر التصفية، وعملنا السورت اللي هو الترتيب. الجزئية اللي هنتكلم فيها دلوقتي بقى اللي هي عمليات الطباعة. في عمليات الطباعة بنشوف الهوامش عندنا وازاي نتحكم فيها وازاي نتحكم في شكل الصفحة. يعني لو جينا مثلا في الكويك اكسس تول بار وعرضنا البرينت بريفيو اللي هي معاينة الطباعة، وضغطنا على العدسة اللي موجودة معانا ده كده علشان نشوف معاينة للشكل بتاعنا، هنلاحظ إن في عندنا الهامش اللي فوق ده كبير واللي تحت كبير كمان، والشمال ممكن نتحكم في الهوامش اللي موجودة معانا. نتحكم في الهوامش دي ازاي؟ ممكن من بيج ستاب على طول هنا كده، وممكن كمان من بيج لي اوت أخش على ميرجنز اللي هي الهوامش، وبعدين أختار كاستم ميرجنز.
هتلاحظ ان الطبع عندك هنا حوالي 2 سم، ممكن اقللهم مثلا ل 9 من 10، الليفت مثلا ممكن اخليه مثلا 6 من 10، البوتوم نفس الكلام، الرايت برضو اقللها شوية واقول له اوكي. لو جيت اعمل بريفيو تاني كده هتلاحظ ان الهوامش هنا اتغيرت معايا، قلت من فوق، قلت من على اليمين. الهوامش اللي تحت والشمال دولت هنقدر نتحكم فيهم برضو، ممكن اخش البيج ستوب كده ميرجنز، هنلاقي الهامش اللي على الشمال طب 8 من 10 مسافة كبيرة. ليه؟ لأن العمود الأخراني ده، العمود الأخراني ده واخد حجم كبير شوية. يعني لو ركزت كده معايا هتلاقي نهاية الصفحة هي النقط اللي موجودة عندك دي، في نقط كده مبينة لك آخر حدود الصفحة. يعني لو جيت مثلا صغرت العمود ده شوية كده من الفاصل ما بين العمود ده والعمود ده، وصغرت الداتا دي شوية، هتلاحظ ان الايه المؤشر اتنقل معاك. طيب نصغر دي كمان شوية لغاية ما نلاقي الخط اللي هو المنقط ده يتنقل لبعد الرقم القومي. هنقلل كده الخانات معايا، كده بقى خلاص الخط اتنقل بعد الرقم القومي. طب لو عملت بريفيو تاني هتلاحظ ان الشاشة تقريبا اصبحت مليانة. طيب لو لقيت مثلا عرض البيانات عندي كبير كده ومش نافع ان انا احطهم بعرض الصفحة، هتضيق معايا الخانات، في الحالة ديت ممكن اغير الاورينتيشن او الاتجاه بتاع الصفحة للاندسكيب، يعني الصفحة تبقى بالعرض بدل بورتري. وممكن مثلا اقلل العرض الاعمدة دي شوية، احددهم مع بعض واعمل رايت كليك عليها واقول له كولومن ويدث خليها مثلا 5، يبقى لسه في فاضل جزئية كده ممكن نتحكم فيها برضو علشان ننقل الخط المنقط ده في الآخر. ممكن نقلل العمود بتاع الديانة ده شوية كده، خلاص الخط بقى موجود معانا على حدود الصفحة، اللي هو الخط المنقط ده اللي بيوري لك حدود الصفحة، والخط المنقط التاني ده بيوري لك نهاية الصفحة من تحت. كده لو أنا عملت بريفيو معينة كده الصفحة عندي دي نهاية الداتا اللي موجودة معايا. لكن لو ضغطت انتر السهم اللي بعده بيجيب لي الداتا للصفحة التانية والصفحة التالتة اللي موجودين تحتها. كده عرفنا نظبط العرض بتاع الصفحة ونتحكم في الهوامش والاورينتيشن اللي هو الاتجاه، نخلي الصفحة بالعرض او بالارتفاع. بس في عندنا دلوقتي مشكلة، دلوقتي الصفحة الاولانية فيها الهيدر ده او الرأس دوت موجود في الصفحة الاولانية بس مش موجود في باقي الصفحات. ولو انت حاولت تعمل له كوبي وتحطه في كل صفحة مش هتظبط معاك، ولو غيرت في ارتفاع الصفوف هتتأثر معاك بعد كده وتبقى مشكلة. فأنا عايز أسيب الداتا زي ما هي، بس لما باجي أطبع عايز الصف ده يتكرر معايا في بقية الصفحات في الطباعة. وديت بنقدر نتحكم فيها من بيج لاي اوت برضو، في عندنا حاجة اسمها برينت تايتلز. من برينت تايتلز أقول له في الخانة اللي موجود فيها كلمة روز تو ريبيت ات توب، يعني الصفوف اللي هتتكرر في أعلى، بضغط كليك عليها وبعدين بحدد الصفين دول اللي هم هيتكرروا معايا مع الداتا بتاعتي، واضغط مرة تانية على السهم اللي موجود معايا هنا وبعدين أقول له أوكي. كده لو أنا عرضت هيبقى الهيدر باين عندي في الصفحة الأولانية، هحاول أتنقل للصفحة التانية هتلاقي الهيدر موجود معاك في كل الإيه في كل الصفحات، رغم إن هو ما أثرش معاك أو ما تنسخش معاك في الداتا الأصلية. يعني شوفوا موجود في كل الصفحات هنا، لكن في الداتا هنا مش موجودة إلا مرة واحدة بس، وبقدر أتحكم فيها ويضيفهولك في كل الإيه في كل الصفحات اللي موجودة معاك. يبقى ده الهيدر أو الرأس بتاع الصفحة اللي موجود معاك. هنكتفي بكده في المحاضرة ديت، وإن شاء الله في المحاضرة الجاية هناخد أجزاء تانية، مش عايز أطول عليكم، تابعوني إن شاء الله. ودايما تفعلوا زر الجرس وياريت تعملوا لايك لان المشاهدات قليلة جدا في الفيديوهات بتاعتنا، ولو فعلت سبسكرايب او الاشتراك وفعلت زر الجرس ان شاء الله اول ما اعمل الفيديو الجاي هيظهر لك في الاشعارات عندك. انتظرونا في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.